آدم طلع حقيقي لك أكتر مني؟ لقلي بتقلي ما تفوت على حياتي؟ لا آدم بتقله تعا خي وقف حدي وساعدني؟ برافو، قدر يكسب ثقتك. ما بعرف إذا تبارك له ولا بزعل حالي. أنا ما طلبت منه شيء، هو كان موجود على القصة وأصر علي، هو عرف شو صار طلب يساعدني وأصر أكتر وأنا وافقت. راح ووصل للزلمة ولقاه. شو المشكلة؟ أنا ما فهمت. راح ولقاه، وين المشكلة؟ ما بدك تسأل حالك كيف؟ ما بدك تفهم؟ لعلمك إنه آدم ما ترك طريقة، ما ترك محل، ما فتش فيه عليه. أنت شو عملت؟ غير إنك عم تفتري علي كل الوقت. قلي شو عملت؟ إيه مزبوط، طلبت من وجدي إليه وما عمل شيء. دق له على خطه وخطه مسكر وخلصت عنده هونيك. إذا وجدي هيدا شغله ما عرف يوصل له، كيف آدم جاب الرقم؟ منك شايف إنه في شيء غريب؟ مرات الشغل من تحت الطاولة يختصر الطريق يوصل أسرع. خي أنت خي طريق مختصر لآدم. إذا هيدي العائلة بيوم من الأيام دمرت، رح يكون بفضلك، رح تكون أنت السبب خيي.